thank you guys for coming out to make this effort strong and pray with us inshallah tonight. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, we're gonna recite Ayatul Kursi. Y'all ready? بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. له ما في السماوات وما في الأرض. عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. Alright, I know everybody knows this surah. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, can I have all the fellas move up a little bit so we can make the space for the sisters? Jazakumullah khairan.